نعم اول حد بقولها بصوت عالي. لا انا اصلا مراتي كانت قبل الماتش يعني هي زي واحد معانا في الفرقه، هي كل شويه عماله تكلمني يعني. طب مين طلع ايجابي، طب مين سلبي، طب هتلعبوا مش لحد ما انا حتى اتعصبت وقلت سيبيني في حالي. كان اهم من لعب الماتش اصلا. بالظبط. فلا مراتي وبابايا ومامتي يعني كانوا اول حد بكلمهم على طول اول ما اطلع الماتش، هم يعني حتى بقى لازم اطلع عليهم 3 4 مسج كل منهم، هم عارفين ان انا جوه بس هم لازم اطلع الاقي المسجات دي منهم.